بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم هو طريقة التعلم الجماعي التعاوني، يسموها طريقة الجروبات. هذه الطريقة هي من الأساليب الحديثة اللي تساعد على نجاح العملية التعليمية، وهي من الطرق الموجودة في الحياة الحقيقية وتنمي الروح التعاونية لدى الأفراد، والجميع الطلبة يعملون بها بروح تعاونية مع بعضهم البعض. ولقد فقد التعلم الجماعي عند فقدان الجانب الاجتماعي، فالتعلم الجماعي هو من أجمل وألذ وأفضل الطرق اللي تساهم في تطور المجتمع. طبعا طريقة التعلم التعاوني، طبعا بعد أن زادت الفردية فكان التعلم سابقا قائم على التجمع والتعاون، فأصل التعلم هو أمر اجتماعي ونشاط اجتماعي، ويعتمد على الأخذ والعطاء والمشاركة. ويجب أن نعود إلى هذا النوع من التعلم حتى نضمن كفاءة التعليم. لذا في التعلم الجماعي أهداف أبعد من التعلم الأكاديمي، والتعلم الجماعي يجعل الطلاب أكثر إقبال على روح المنافسة ويحثهم على تحقيق الغاية المطلوبة. ماذا يعرف التعلم الجماعي أو التعاوني؟ يعرف التعلم على أنه استراتيجية من استراتيجيات التعلم يتم فيها تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسين في مستوياتهم العلمية، ولكل طالب يتعلم ويساعد بقية المجموعة من أجل إنجاز مهمات تعليمية محددة، ويكون دور المعلم موجه ومرشد ومراقب لأداء الطلاب في المجموعات. ويعرف أيضا على أنه استراتيجية التعلم يقسم فيها الطلاب إلى عدة مجموعات يعملون بشكل جماعي وبشكل ترابط من أجل تحقيق الأهداف التعليمية. هناك مميزات عديدة وفوائد عديدة للتعلم التعاوني. أولا، دور التلميذ إيجابي ونشط لأنه يمارس فعلا مع بقية الزملاء، وبهذا يمثل مركز محور عملي عليه العملية التعليمية. ينمي الاتجاه نحو العمل الجماعي وفواده، ينمي المسؤولية الفردية لدى التلاميذ، ينمي المسؤولية الجماعية لدى التلاميذ، يشعر الفرد بقيمته وأهميته، يرفع نسبة التحصيل الأكاديمي، يدرب التلاميذ على اتخاذ القرار، ينمي الثقة بالنفس عند التلاميذ، ينمي أسلوب التعلم الذاتي عند التلاميذ، يعلم التلاميذ على احترام آراء زملائهم. خصائص التعلم التعاوني، للتعلم التعاوني خصائص: أولا، المشاركة بالمعرفة بين المعلم والطالب، المشاركة في السلطة بين المعلم والطالب، المعلم ميسر لعملية التعلم، وخبرات أفراد المجموعة سوف تنتقل فيما بينهم. ما دور المعلم في طريقة التعلم التعاوني؟ يحدد الخطوات العريضة والنهايات الزمنية لفعاليات المجموعة، عنده فهم واضح كيفية عمل المجموعات، يساعد المدربين على اكتساب السلوك الإيجابي للعمل الجماعي، يلخص أو يوجز العمل في المجموعات، يقوم عمل المتعلمين من خلال الملاحظة المستمرة، يوزع المتعلمين في مجموعات يضمن فيها تنوع في القدرات دورهم. ما هو دور المتعلم في طريقة التعلم الجماعي؟ دور المتعلم: يظهر الرغبة في التعلم والتعلم مع الزملاء، يشجع أفراد المجموعة الآخرين. ما هي أدوار المجموعة؟ أكون قائد فريق اللي هو يرشد الفريق نحو النتيجة، وكاتب فريق يسجل الأفكار والقرارات، مؤقت العمل اللي هو يقسم الوقت حسب المهمات، وأربعة، المتحدث باسم المجموعة اللي يعرض أفكار ونتائج أمام المجموعة. كيف نعرض أعمال المجموعة لما ننفذ المهمة؟ يقود المجموعة أحد أعضائها مثل ما قلنا قائد، يكلف من المعلم، أو ينتخبوه أعضاء المجموعة بتنفيذ المهمة ويعرض عمل المجموعة، أما يعرضها بشكل شفهي أو بشكل تحريري أو بشكل عملي. والمعلم
يقوم بمتابعة أعمال المجموعات ويقيمها. وهناك 5 عناصر أساسية للتعلم الجماعي اللي هو التعاوني: اعتماد متبادل إيجابي وهو أهم عنصر بين الطلاب، المسؤولية الفردية والزملية، فهناك مستويات من المستويات المسؤولية، أن تبقى في المجموعة التعلمية التعاونية، التفاعل المعزز وجه لوجه بين الطلاب، المهارات الاجتماعية الرمزية كان يتعلم أعضاء، مهارات القيادة واتخاذ القرار، معالجة عمل المجموعات، في المجموعات بحاجة لبيان تصرفات الأعضاء المفيدة وغير المفيدة. ما هي المبادئ؟ يتعين مدرس اجتماعيات طريقة التعلم التعاوني، يتعلم مقدار مشاركة داخل الصف أو خارجه، تدعيم الإيجابي المتمثل في التشجيع والمديح، يزداد احتمال انتقال أثر التعلم والتدريب، المواد التي لها معنى عند المتعلم تكون أسهل تعلما، يتعلم المتعلم الأشياء المحسوسة قبل المجردة والقريبة قبل البعيدة، يكون التعلم أسهل عندما يكون الغرض أو الهدف من التعلم واضح. ما هي الأهمية؟ تعول على المتعلم في طريقة التعلم التعاوني وزيادة خلاط طلاب الموهوبين والضعفاء، جعل الطلاب معرضين للخطر يتعاملون بطرق تنتبه لديهم المسؤولية، تقديم المساعدة للمدرسين الجدد، الانتقال من التركيز على المكافآت الخارجية إلى التركيز على الرضا الذاتي، أن يكون الطالب قادر على التوصل إلى حلول ذات معنى للمشكلات، يستخدم الطلاب مهارات تفكير عليا، يغير الطلاب صورة المدرس التقليدي اللي كان هو المصدر الوحيد للمعرفة، يعزز الطالب ثقته بنفسه. مما سبق يتبين أن التعلم التعاوني والمهارات اللي يحصل عليها فهي ضرورية لنجاح الطالب. ما هي الصعوبات اللي تواجه طريقة التعلم التعاوني ومشكلاتها؟ هو نفتقر إلى نضج الأفكار، فقد يحتاج الأفكار لوقت التعلم، العدد غير مناسب لأعضاء المجموعة، عدم حصول المدرس على التدريب الكلي لممارسة التعلم التعاوني، عدم اقتناع المدرسين في جدوى هذا النوع من التعلم، وضيق مساحة الصفوف.